أنا عارف يا سيادة المستشار إن اللي أنت مريت بيه كان صعب، بس أنت الحمد لله قدرت تتجاوزه. ليه بقى بعد الانتصار ده وفي لحظة النجاح عايز تسيب كل ده وتمشي؟ يا معالي الوزير، أنا مش بطل ولا حاجة، أنا خدمت بلدي وهخدم بلدي برضو وأنا بره السلك القضائي. عموماً أنا مش هوقع على الاستقالة دي دلوقتي، وهديلك فرصة تفكر. تسمح لي معليك بس أرد ابني؟ اتفضل. ألو؟ أيوة سليم. أي يا حبيبي؟ لا طبعاً طبعاً جاي لكم. أنت وحشتني أوي يا سليم. وأنت كمان وحشني أوي يا بابا. أنا سألت ماما عنك. سليم! اتفضل يا سيادة المستشار. ابني ملوش علاقة بأي حاجة، ملوش ذنب في اللي بيحصل ده. ايه ده يا سيادة المستشار؟ البلد كلها هتقوم على رجل واحدة. معالي وزير الداخلية كلمك وبيباشر العملية بنفسه، وإن شاء الله الولد هينام على سريره وليلادي. يا رب يا رب يا رب يا رب. من فضلك يا معالي الوزير، مش عايز الخبر يوصل لوسائل الإعلام. مامته لو عرفت ممكن يحصل لها حاجة. ما تقلقش، مفيش حرف واحد هيطلع بره. احنا هنعرف نسيطر على الحكاية دي كويس جدا، وإن شاء الله في ظرف ساعات الولد هيكون معاك. يا رب يا رب يا رب. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.